بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأتمنى أن تكونوا بخير وعافية. ويشرفنا أن نلتقي مرة أخرى من جديد في هذه المحاضرة، وهي المحاضرة رقم 5 من سلسلة محاضرات فحص النساء والتوليد بالموجات فوق الصوتية. وهذه المحاضرة يعني هي دخول لوحدة جديدة في هذا المقرر، وهذه الوحدة الجديدة في هذا المقرر الوحدة رقم 2. لعلنا في الأسبوع الماضي قد بدأنا يعني تسليط القليل من الضوء على هذه الوحدة، وهي الوحدة رقم 2. ولعلنا نتذكر جميعا يا أعزاء أن الوحدة رقم 2 أفرد لها هذا العنوان، وهذا العنوان هو sonography of uterine endometrium. وعندما نتحدث عن sonography of uterine endometrium يفهم الطالب مباشرة أنها محاضرة مخصصة بالكامل للحديث عن بطانة الرحم دون سواها، الحديث عن بطانة الرحم دون سواها. ولعل الطالب يجمع معلومات ويتذكر أننا في الوحدة رقم 1 كنا قد أفردنا الحديث تماما للحديث عن عضلة الرحم، واستهدافنا لتلك المنطقة اللي هي عضلة الرحم كان من خلال الحديث عن تفاصيلها التشريحية وكيف تبدو في صور الموجات فوق الصوتية. أضف لذلك أننا أيضا تناولنا أشهر الأمراض التي تصيب عضلة الرحم، ذلك كله كان من خلال الوحدة رقم 1 من هذا المقرر. لكن هذه الوحدة وهي الوحدة رقم 2 هي مخصصة كما يبدو لك في العنوان للحديث عن بطانة الرحم. وبطانة الرحم على الطالب أن ينتبه أنها تكون نشيطة في فترة يعني خصوبة السيدة. فترة خصوبة السيدة هي تلك الفترة التي تمتد من فترة البلوغ إلى أن تدخل السيدة إلى سن اليأس، وهذه البطانة تحدث لها تغيرات دورية طوال فترات أو طوال فترة الدورة الشهرية، وهذه التغيرات تتم تحت تأثير هرمونات معينة تقوم بتنشيط هذه الطبقة حتى تصبح هذه الطبقة مستعدة لاستقبال البويضة المخصبة. في حال لم تكون هذه الطبقة أو لم يهيأ لهذه الطبقة أن تلتقط تلك البويضة المخصبة لعدم حدوث تخصيب البويضة نفسها، أن هذه الطبقة التي تم إنشائها وتهيئتها تنهار تلقائياً فيما يعرف بالشهرية وما يعرف بالمنسس. لعل الصورة المرفقة تعبر عن ذلك. إذا تركنا الصورة رقم 1 هي صورة توضح تشريح الرحم، طبعاً الطبقة رقم 1 زهرية اللون هنا في هذه الصورة تعبر عن بطانة الرحم، الطبقة رقم 2 تعبر عن عضلة الرحم، لدينا الطبقة رقم 3 أو المكون رقم 3 نفسه يعبر عن الرحم كاملاً. إذا تفرغنا لصور الموجات الصوتية المرفقة يمكننا أن نلاحظ في الصورة الأولى أن هذه الصورة هي صورة تم عملها بواسطة تقنية الترانسفاجينال ألتراساوند لرحم. نتفق جميعاً أن هذا الرحم هو انفيرتد. لماذا؟ لأن الفندس ظهر على يسار الشاشة. هذا لا يهمنا الآن، ولكن الذي يهمنا هذه المنطقة البرايت، وهي أكثر المناطق يعني إيكوجينيسيتي في هذا الرحم، ونصفها بأنها هايبريويك. وهذه الطبقة هي طبقة الإندوميتريوم. يمكنك أن تلاحظ أن القياس الآن لهذه الطبقة أو لسمك الطبقة هو 0.18 سنتيمتر، ولكن القياس يختلف هنا تماما، فهو بطبيعة الحال أزود 0.18 سنتيمتر. لو انتقلنا إلى الصورة الثالثة والصورة الأخيرة في هذه الشريحة من ضمن صور الموجات فوق الصوتية، لوجدنا أن السمك أزود من الصورتين السابقتين. وهذا الأمر هو عبارة عن ترجمة حرفية لكلام الذي قلته، أن هذه الطبقة يتم تهيئتها شهريا عبر تأثير هرمونات معينة منوض بها لتشكيلها لاستقبال البويضة المخصبة. بعد هذه المرحلة إذا لم تكن هنالك بويضة مخصبة، فإن هذه البطانة تنهار بالكامل وتخرج بشكل دورة شهرية أو ما يعرف بالبيريود أو ما يعرف بالمنسس. هذه الصور عبرت عن الحديث الذي خسه كمدخل لهذه المحاضرة، وسوف أدلف مباشرة بعد ذلك لمحاور هذه المحاضرة. وهذه المحاضرة تحتوي على 7 عناوين، العنوان الأخير منها هو عبارة عن الكونكلوجن أو الخلاصة ما سوف يدور فيها. مجموعة العناوين التي نتحدث عنها تبتدي بالعنوان رقم 1 وهو حقائق عن الاندوميتريال كانسر. والاندوميتريال كانسر هو واحد من السرطانات المشهورة جدا التي يعني تتطور على مستوى السيدات، وهنالك تصنيف سوف نلاحظه فيما يختص بالحقائق عن الاندوميتريال كانسر من خلال هذه المحاضرة.
وهذا التصنيف يوضح مدى انتشار هذا المرض ومدى خطورة هذا المرض. أيضا في النقطة رقم 2 من هذه المحاضرة سوف يكون هنالك حديث عن related terminology، أي أن هنالك مصطلحات يتوجب على الطالب أن يعرفها جيدا قبل أن يتعامل مع بطانة الرحم من خلال فحص الموجات فوق الصوتية. أيضا المحور رقم 3 من هذه المحاضرة مخصص للحديث عن الإندوميتريال ترانسفاجينال سكانينج تكنيك، سوف نشرح فيه كيف يتم فحص بطانة الرحم من خلال فحص الموجات فوق الصوتية المهبلي. وأيضا في النقطة رقم 4 سوف أتحدث عن ultrasound in different scenarios of endometrial abnormalities، سوف أحدثك عن سيناريوهات أو عن أحوال مختلفة لأحوال أو لأمراض أو لأحوال غير طبيعية على مستوى الإندوميتريوم، وكيف يتم استخدام الموجات فوق الصوتية في تشخيص مثل هذه الأحوال. النقطة رقم 5 سوف تكون مخصصة بالكامل لاستعراض ديموباثولوجيكال كيسز، يعني سوف نقوم فيها بعرض صور معمولة بتقنية الترانسفاجينال ألتراساوند لبطانة الرحم. هذه الصور تحتوي على أحوال مرضية لعلها توسع مدارك الطالب وتساعد في عملية تشخيص الأمراض التي تصيب بطانة الرحم مستقبلا عندما يلتحق ببيئة العمل. رقم 6 هي عملية بتاعة مقارنة أو مسألة مقارنة ما بين السونوهيستروغرافي الهيستروسكوبي as advanced diagnostic modalities. أيضا سوف نحاول أن نشير للطالب عن التقنيات الحديثة التي تستخدم بجانب الموجات فوق الصوتية، هل هي superior، يعني هل هي لديها مقدرات عليا فوق مقدرات الموجات فوق الصوتية المهبلية، أم أنها مثلها أم أنها دونها. وذلك سوف يتم من خلال الحديث عن السونوهيستروغرافي، وسبق أن شرحناه شرح غليل في الوحدة الماضية، لكن هنا سوف نتحدث عنه بتفصيل أزود. أيضا سوف نتحدث عن الهيستروسكوبي، الهيستروسكوبي سوف نعرف ماذا نعني به ومتى يعمل وما هي فوائده وما هي عيوبه. سوف يتم ختام هذه الوحدة من خلال الفقرة رقم 7. الفقرة رقم 7 كما قلت لك عزيز الطالب هي فقرة مخصصة بالكامل لإعطاء زبدة أو لإعطاء الخلاصة حول الموضوع الذي نقوم بدراسته. إذا تعرف الطالب من خلال هذه الشريحة على الليكشر أوتلاينز أو على الخطوط العريضة لهذه المحاضرة. نبتدي على بركة الله بالحديث عن أول نقطة في هذه المحاضرة، وأول نقطة في هذه المحاضرة هي facts about endometrial cancer وترجمتها حقائق عن سرطان بطان الرحم. نبتدي ونقول أن الإندوميتريال كانسر يختصر بالحرفين EC، وهو إذا كانسر ذات أرايز فروم ذا إندوميتريوم. واضح تماما من خلال التعريف أنه سرطان منشأه بطانة الرحم، يعني هذا السرطان منشأه الأساسي بطانة الرحم. وهذا السرطان لديه ساين أو لديه علامات تظهر على السيدة التي تحمل هذا المرض، وبيقول لك في الفقرة رقم 2 The first sign of endometrial cancer is most often vaginal bleeding not associated with a menstrual period. يعني السيدة التي تحمل هذا المرض من أشهر العلامات التي تكون لديها أنها تشتكي من نزف مهبلي، وهذا النزف المهبلي غير مرتبط بالدورة الشهرية. يعني تكون أتت الدورة الشهرية لهذه السيدة وتوقف نزيف الدورة الشهرية، وبعد فترة تشتكي هذه السيدة من نزيف، وهذا النزيف هو نزيف مهبلي لكنه ليس لديه أدنى ارتباط مع الدورة الشهرية. إذن هذه العلامة واحدة من العلامات الهامة جدا، وقد أأتي لك بسؤال في أسئلة الصح والخطأ الاختبار وأقول لك The first sign of endometrial cancer is most often vaginal bleeding associated with a menstrual cycle. أي بدل من أن أنفي هذه الجملة أأتي بهذه الجملة affirmative أو أأتي بها مثبتة. أنت عليك أن تنتبه لهذا الأمر وتقوم بتصحيح هذه العبارة واختيار ما يتناسب من علامات تدل على أنها true or false. much more، وبالإضافة لهاتين الحقيقتين نأتي للحقيقة رقم 3 في هذه المحاضرة. والحقيقة رقم 3 تقول أن 10% of postmenopausal women will bleed. 10% of them will have EC which is endometrial cancer. وهذه الحقيقة رقم 3 أو الفقرة رقم 3 في هذه الشريحة فقرة في غاية الأهمية، لأنها توضح لنا أن 10% من السيدات اللائي وصلن لسن اليأس. عندما أقول سن اليأس أعني بها السيدات اللائي توقف المبيضين عن النشاط
لإنتاج البويضات لكي يتم ترجمة هذا الأمر بشكل إخصاب أو في شكل دورة شهرية. وهؤلاء السيدات بطبيعة الحال يتوقف عندهم الدوران الشهري أو تتوقف عندهم الدورة الشهرية أسوة للنساء اللائي يكن في فترة الخصوبة. طيب يقول لك إنه 10% من هذه الفئة من السيدات أو 10% من السيدات اللائي وصلن لسن اليأس will bleed سوف ينزف. هذه إحصائية توضح أن هذه 10% من هؤلاء السيدات اللائي ينزفن فإن 10% منهم will have endometrial cancer. هذا الكلام الذي أتى في صورة نسب مئوية يمكن أن نترجمه للغة الأرقام. على سبيل المثال إذا كان لدينا عين عشوائية هذه العين فيها 100 سيدة وهؤلاء النسوة في سن اليأس فإن 10% منهم، وإذا كانوا 100 فإن 10% منهم 10 سيدات. 10 سيدات مالهم يا عزيز الطالب سوف يصبن بنزيف بالرغم من أنهم في سن اليأس. هؤلاء العشرة نسوة فإن 10% منهم يمكن أن يكون مصابات بالإندوميتريال كانسر. نأتي للغة الأرقام مرة أخرى، 10% من العشرة في حالة واحدة بين هؤلاء العشرة سيدات سوف تكون مصابة بالإندوميتريال كانسر. أي أننا يمكن أن نترجم هذا الكلام بلغة أخرى ونقول إنه ما بين كل 100 سيدة في سن اليأس هنالك سيدة يمكن أن تكون مصابة بالإندوميتريال كانسر. هذه الإحصائية إحصائية مغلقة لأنه واحد في كل 100 سيدة لم يكون الرقم إذا تضاعف العدد وصار 200 مثلا أكيد حالتين، وماذا يكون العدد إذا ضرب في 10 يعني صارت لدينا 1000 حالة، وهكذا يمكنك أن تتغير كيف يتضاعف الرقم دوريا مع مضاعفة حجم العين. 10% of endometrial cancer occur in women more than or less than 50 years، وهذه حقيقة أخرى تضاف أن 10% من الإندوميتريال كانسر على حسب الإحصائيات يمكن أيضا أن يحدث في السيدات اللائي تكون أعمارهن أقل من 50 عام. هذه 4 حقائق في هذه الشريحة، تضاف عليها حقيقة خامسة أتت في ختام هذه الشريحة، وهذه الحقيقة الخامسة تقول أن الإندوميتريال كانسر is the most common gynecological malignancy that characterized by الإندوميتريال كانسر. الإندوميتريال كانسر هو واحد من أشهر الجاينيكولوجيكال مالجنسيز. الجاينيكولوجيكال مالجنسيز نعني بها الأورام التي تصيب الجهاز التناسلي للأنثى، يعني أشهر الأورام الخبيثة التي تتطور على مستوى الجهاز التناسلي للأنثى هو الإندوميتريال كانسر. هذا الإندوميتريال كانسر عليك أن تضيف لمعلوماتك أنه the fourth most common cancer in women، إنه السرطان الرابع الذي يصيب السيدات. إذا ما هو السرطان الأول الذي يصيب السيدات؟ هو سرطان الثدي. وما هو السرطان رقم 2 الخبيث الذي يصيب السيدات؟ هو سرطان الرئة. ثم يأتي سرطان القولون so breast, lung and colon cancer and in step number 4 أو في المرتبة رقم 4 يأتي سرطان بطانة الرحم. أيضا هذا السرطان just cause 1.5 of cancer deaths. لحسن الحظ أن هذا السرطان نسبة الوفيات فيه ليست مرتفعة، وذلك لأن هذا المرض يتميز بأن لديه early presentation أو لديه ملمح مبكر يشير لوجوده، وهذه الإشارة تجعل السيدة المصابة تتحرك بصورة سريعة طلبا للعلاج، وبالتالي تكون نسبة الشفاء مرتفعة، وبالتالي نسب الوفيات منخفضة للغاية، ونسب الوفيات هي في حدود 1.5% of cancer deaths due to early presentation، وهذا early presentation كما قلنا سابقا في هذه الشريحة هو bleeding أو هو النزيف. نأتي لحقيقة أخرى متفرعة من النقطة رقم 5 في هذه الشريحة، وهذه الحقيقة تقول لك about 46,000 new cases of endometrial cancer are diagnosed every year in United States of America، أي أن عدد الحالات التي يتم تشخيصها سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية بسرطان بطانة الرحم تبلغ 46,000 حالة سنويا. طبعا هذه 46,000 حالة سنويا منسوبة لعدد السيدات اللائي في سن اليأس المأخوذة من البوبوليشن أو إعداد السكان في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. إذن هذه الحقائق يا جماعة هي حقائق في غاية الأهمية، 5 حقائق تم إفرادها في هذه الشريحة تحت مظلة العنوان رقم 1 في هذه المحاضرة which is facts about endometrial cancer. أعتقد أننا الآن أصبحنا جاهزين تماما للمرور
للنقطة رقم 2 في هذه الحلقة، ولكن قبل المرور للنقطة رقم 2 في هذه الحلقة أو في هذه المحاضرة، علي أن أنبه لبعض المعلومات الإضافية التي تدعم وتثبت معلومات عن النقطة رقم 1 التي كانت عن حقائق مرتبطة بالإندوميتريال كانسر. لدينا هذه الصورة التي تظهر على يسار الشاشة الآن، يوتراين كانسر كيسس، هنا يوضح لك نسب السرطانات التي يمكن أن تتطور على مستوى الجهاز التناسلي للأنثى. يمكنك أن تلاحظ أن الإندوميتريال كانسر يشكل 94%، وهذه الصورة تدعم الحقيقة التي تم ذكرها هنا، أن هنالك يعني زي ما قلنا قبل قليل أن الإندوميتريال كانسر هو الموست كومون جاينيكولوجيكال مالجنسي، ذا موست كومون جاينيكولوجيكال مالجنسي، وهذه الشريحة أوضحت ذلك أنه السائد بنسبة 94%. يمكنك أن تلاحظ أن 1% من الكانسر يمكن أن يتطور على مستوى الفندس، وأقل من 1% يمكن أن يتطور على مستوى الإسمص، وأيضا أقل من 1% يمكن أن يتطور على مستوى الميوميتريوم. 6% من السرطانات الخبيثة التي تصيب الجهاز التناسلي للأنثى تتواجد على مستوى الرحم، و overlapping and unspecified أو لديها ارتباطات مع أجزاء أخرى قريبة من الرحم زي المبيضين أو الفالوبيان تيوب أو حتى الأدينكسيا أو عنق الرحم نفسه. صورة تعبيرية تعبر عن الإندوميتريال كانسر وكيف يتطور هذا السرطان على مستوى بطانة الرحم كما تشاهد في هذه الصورة. لدينا صورة أخرى بالأسفل، وهذه الصورة مهمة للغاية لأنها تحدثك عن الكانسر ريسك، والكانسر ريسك فاكتورز أي الأسباب التي تهيئ حدوث المرض، أو من هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بسرطان بطانة الرحم. رقم واحد نقول الإلدرلي ليديز، السيدات كبيرات السن، بيكونوا نيلي برايتي، اللائي لم يسبق لهن الإنجاب قبل الآن، المصابات بالديابيتس، والديابيتس هو مرض السكري. أضف لذلك أحوال السمنة لهذه الفئة من السيدات. أيضا السيدات اللائي وصلنا لسن اليأس، واللائي كنا يشتكين من المينسترال إيريجولاريتي، أو السيدات اللائي كنا أقل من 50 عاما، وأيضا كان لديهن أحوال بتاعة مينسترال إيريجولاريتي، وهي أحوال عدم انتظام الدورة الشهرية. أضف لذلك الاستروجين مونوثيرابي، وهم السيدات اللائي كنا يتناولن الاستروجين، وحنجي نشوف بعد شوي إنه الاستروجين أو الهرمون ريبريسمنت ثيرابي هي من الأحوال المهيئة للإصابة بسرطان بطانة الرحم، زي ما سوف نتناول في السيناريوز بعد قليل كما أوردنا ذلك في عناوين هذه المحاضرة. أضف لذلك الهايبرتنشن أو ارتفاع ضغط الدم، وتجمع هذه الكانسر ريسك فاكتور أو الإندوميتريال كانسر ريسك فاكتور في عبارة هي ENDOMET. يعني ممكن يأتي في الاختبار يقول لك يا أخي الإندوميتريال كانسر ريسك فاكتور في القائمة ألف مع باء، يأتي لك بهذا الاختصار في القائمة باء، عليك أن تصل هذه الإندوميتريال كانسر ريسك فاكتور مع ENDOMET، هذا الاختصار الذي يشير لهذه ريسك فاكتورز. الآن ننتقل للشريحة رقم 2، ولا ننسى هذه الصورة التي تعمل بتقنية الترانسفاجينال ألتراساوند، أو الوحدة أو الحقيقة رقم 2 أو النقطة رقم 2 في هذه المحاضرة سوف نتكلم بعد قليل، لكن لا ننسى هذه الصورة، وهذه الصورة هي صورة معمولة بتقنية الترانسفاجينال ألتراساوند. يمكنك أن تلاحظ هذه الكتلة التي تتواجد داخل بطانة الرحم أو داخل الإندوميتريال كافيتي، تجويف الرحم، وهي تشير لهذا السرطان which is endometrial cancer، وهي ترجمة لما يدور في الصورة التي رسمت لك الأعلى. طيب الآن النقطة رقم 2 في هذه المحاضرة، والنقطة رقم 2 في هذه المحاضرة هي عن الريليتد ترمينولوجي. قبل أن أدخل للريليتد ترمينولوجي، أفتح الفرصة للأعزاء الطلاب ليشاركوا أو يتداخلوا معي بالأسئلة إذا كان هنالك أي أسئلة. أقول الإخوة الطلاب الأعزاء، المايك مفتوح والفرصة متاحة الآن للاستماع لأسئلتكم أو تعليقاتكم. نعم سليمان العنبر، تفضل. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام عزيزي، اهلا وسهلا. دكتور، انت في نص المحاضرة شرحت ان الفيرست كانسر اللي هو الثدي، وان السكند كانسر هو حق الرئة، صح؟ نعم. هذه ترتيبها تقريبا بالأكثرية اللي يصيب السيدات فقط؟ نعم. ولا يعني بش اسمه بالنفس يعني خطورتها، يعني المقصد الخطورة ولا بأكثر شيء إصابة؟ أشكرك عزيزي على هذا السؤال الجيد. نعم، أنا ذكرت في الشرائح الماضية أن
سرطان بطانة الرحم هو أشهر سرطان يصيب الجهاز التناسلي للأنثى، وعبرنا عن ذلك بصورة وضحت نسبة وتناسب السرطانات التي يمكن أن تكون موجودة على مستوى الجهاز التناسلي للأنثى وهذا السرطان. هذا واحد. رقم اثنين، إذا رتبنا السرطانات الخبيثة التي تصيب النساء، يبتدي الترتيب السرطان الثدي. سرطان الثدي هو أشهر سرطان خبيث يصيب النساء، ثم يأتي بعده سرطان الرئة which is lung cancer. رقم واحد هو البريست كانسر، رقم اثنين lung cancer، رقم ثلاثة سرطان القولون which is colon cancer، ورقم أربعة هو الاندوميتريال كانسر. ترتيب السرطان دي الاندوميتريال كانسر ما بين السرطانات المختلفة التي تصيب مختلف أجهزة الجسم لدى السيدات، لكن الاندوميتريال كانسر نفسه هو أشهر سرطان يصيب الجهاز التناسلي للأنثى. إذن التصنيفات اللي أنا عملتها ليك دي عزيزي بتدور في اتجاهين. الاتجاه الأول حديث مخصوص بالجهاز التناسلي للأنثى، أشهر سرطان يكون متواجد فيه هو الاندوميتريال كانسر. الاتجاه الثاني تصنيف أشهر أربع سرطانات تصيب مختلف أجزاء الجسم لدى السيدات، ابتدأت بالبريست كانسر ثم اللنج كانسر ثم الكولون كانسر ثم رقم أربعة الاندوميتريال كانسر. أتمنى يا عزيزي الغالي العنبر أن أكون قد جاوبت على سؤالك وأن أكون قد وجدت إجابة على استفسارك. شكرا دكتور، شكرا، وصلت الفكرة. الله يحييك عزيزي، أشكرك على مداخلتك وأقول الفرصة متاحة مداخلات أخرى من الأعزاء الطلاب، وإذا لم تكن هنالك مداخلات اسمحوا لي أن أنتقل للمحور رقم 2 في هذه الحلقة، وهذا المحور طبعا عنوان الريليت تيرمينولوجي. وعند الوصول لهذا المحور الذي قلت قبل قليل أن عنوان الريليتد تيرمينولوجي، طبعا كلمة ريليتد معناتها ذو ارتباط أو مرتبط، وكلمة تيرمينولوجي كل الطلاب الموجودين في هذا المحاضرة يعرفوا أنها مصطلحات، وسوف نتناول في هذا المحور مصطلحات هامة للغاية يجب على الطالب أن يعرف المغزى من كل مصطلح وفائدة هذا المصطلح مع القادم من معلومات في هذه المحاضرة ومع القادم من معلومات في هذا المقرر كل. نبتدي العنوان رقم 2 which is related terminology، ولدينا أول مصطلح نهتم بأن يتعرف عليه الطالب، مصطلح اسمها مينوريجيا. اسمع هذه المصطلح جيدا، كررها مع نفسك وتأكد من البرونانسويشن الجيد لها. هذه المصطلح هي مينوريجيا، مينوريجيا هذه هي المصطلح الأول. المصطلح رقم 2 التي أهتم بأن يعرفها الطالب هي متروريجيا. سوف أذكر لك هذه المصطلحات حتى تتعود على السليم لها، ثم نأتي بعد ذلك لتفصيلها. متروريجيا، متروريجيا. المصطلح رقم سي منو متروريجيا. الطالب عندما ينظر للمصطلح رقم سي حساسيته العالية يدرك تماما أنها دمج المصطلح A و B. لاحظ المصطلح A مينوريجيا والمصطلح B متروريجيا. لما جينا للمصطلح رقم C قلنا اسمها مينو متروريجيا، هي دمج لهاتين المصطلحتين. هذه ثلاثة مصطلحات على مستوى الشريحة 9. سوف أضيف مصطلحات أخرى على مستوى الشريحة 10، وأذكرك أنني الآن أقرأ عليك هذه المصطلحات حتى تتعود على النطق السليم، وسوف نأتي بعد قليل للتفسير. انظر للمصطلح رقم دي بولي مينوريا، بولي مينوريا، بولي مينوريا. المصطلح رقم اي اوليجو مينوريا، اوليجو مينوريا، اوليجو مينوريا. المصطلح رقم اف تختصر في ثلاثة حروف هم دي يو بي، ودي يو بي تشير ل dysfunctional uterine bleeding، dysfunctional uterine bleeding، dysfunctional uterine bleeding. هذه ثلاثة مصطلحات أخرى أضيفت على الثلاثة مصطلحات السابقة. نأتي الآن للشريحة رقم 11، ولدينا أيضا ثلاثة مصطلحات جديدة. نبتدي بالمصطلح الأولى PMB، 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 postmenopausal bleeding، postmenopausal bleeding. انتبه للاختصار السابق DUB، اختصار السابق يا عزيزي DUB. هذا الاختصار PMB،
بوس منيبوزال بليدنج. مصطلح ريتش مختصر ب A و B which is abnormal uterine bleeding. A و B abnormal uterine bleeding. واختتم هذه المصطلحات بالمصطلح رقم I which is amenorrhea. هذه هي 9 مصطلحات. قصدت أن أنطق لك هذه المصطلحات النطق السليم حتى تستطيع عزيز الطالب في هذه المرحلة أن تنطق النطق السليم لهذه المصطلحات، ثم نأتي بعد ذلك لمسألة تفسير هذه المصطلحات، ونبتدي بالمصطلح رقم A which is menorrhagia. وكلمة menorrhagia يا شباب في التفصيل بيقول لك أنها menstrual period with abnormal excessive or prolonged bleeding، أنها دورة شهرية، وهذه الدورة الشهرية تتميز بنوع من النزف الكثيف، وهو مسألة غير طبيعية، وهذا النزف الكثيف قد يظهر لك في شكل prolonged bleeding. ما هي يعني هذا الكلام؟ يعني تكون سيدة متعودة على أن الدورة الشهرية فترتها 7 أيام، فجأة هذه السيدة تشتكي من أن الدورة الشهرية ابتدأ وقتها يطول، وبدلا من أن يكون فترة 7 أيام على سبيل المثال أو 3 أيام أو 4 أيام، تبتدي هذه الفترة بأن تصل إلى 10، 11، 12، 13، 14 يوم، هو ما يعرف ب prolonged bleeding. أو تكون هذه السيدة متعودة على الدورة الشهرية مثلا مدتها 7 أيام، وفي هذه 7 أيام على سبيل المثال ينزل حجم معين من الدم تعودت عليه هذه السيدة، لكن هذه السيدة فجأة تشتكي من أن الفترة هي الفترة نفسها، لكن حجم الدم الذي نزل أصبح أزود من المعتاد، وهذا هو ما يعبر عنه بالكلمة excessive. excessive يعني أكثر من 80 مل، أكثر من 80 ملي من النزف في هذه الدورة الشهرية. والمينوريجيا يعبر عنها ما بين قوسين غزارة الطمس أو غزارة الدورة الشهرية، ده إذا أنت كنت تبحث عن الترجمة العربية لهذه الكلمة. يبقى المصطلح الأولى عرفنا ما لها وما عليها. طيب انتقل معي للمصطلح رقم بي والمصطلح رقم بي هي متروريجيا. متروريجيا إيه يعني متروريجيا؟ نقرأ التفصيل. is an intermenstrual bleeding that occur at regular intervals not associated with the menstrual cycle. لو قرينا التفصيل أو التعريف مرة أخرى بيقول لك is an intermenstrual bleeding هو عبارة عن نزيف ما بين دورتين أو أكثر at irregular intervals، يعني ممكن تكون في شهرية كانت هذا الشهر وفي دورة شهرية حتجي في الشهر القادم، فجأة هذه السيدة تفاجأ أن هنالك نزيف ما بين هاتين الدورتين، وهذا الأمر يتميز بأنه يحدث at irregular interval. يعني إذا كان في دورة شهرية شهر 8 وفي دورة شهرية في شهر 9 حصل نزف في المنتصف، لشرطا أنه في الدورة الشهرية التي حدثت في شهر 9 والدورة الشهرية التي سوف تحدث في شهر 10 أن يحدث نزف في منتصف الدورة. يعني ليس هنالك شرط أن يكون في regular interval، إنما هو دائما يكون في irregular interval. هذا هو ما يدور على المصطلح رقم 2 التي تعرف بالميتروريجيا. الآن عرفنا نطق لمصطلحتين وفككنا هاتين المصطلحتين إلى معناهم. نأتي إلى المصطلح رقم C، وهذه المصطلح رقم C هي منوميتروريجيا. منوميتروريجيا، وقلت للطالب جبيل في بداية الشرح أنها عبارة عن دمج للمصطلحتين A و B. نأتي لتفكيك هذه المصطلحة لمكوناتها الأساسية من خلال التعريف، ويتأتى ذلك بالقول is prolonged or excessive، يعني يا هي prolonged أو excessive uterine bleeding occurs irregularly and more frequently than normal. A combination of menorrhagia and metrorrhagia. يعني إذا أصيبت سيدة بتداخل الحالتين A و B فإننا في هذه الحالة نصف الوضع الآن منوميتروريجيا. كيف يعني يا دكتور؟ يعني يحدث excessive bleeding أكثر من 80 مل، أو يكون في prolonged bleeding، أو يحدث نزيف ما بين دورتين. يعني إذا حصلت هاتين الحالتين مع
بعضهم البعض أو سيدة أتت بشكوى مزدوجة، إننا مباشرة ندمج المصطلح الأولى مع المصطلح الثانية أو المصطلح A مع المصطلح B لكي يكون أمامنا هذا الوضع الذي يعرف بالمينوميتروريجيا. أتمنى يا شباب أنه سير الشرح يكون ماشي معك بصورة طيبة، أتمنى أنك أنت قادر تتابع معي. سوف أخرج الآن من هذه الشريحة 9 وأمر لشريحة جديدة وهي الشريحة رقم 10، ثم أمر بعد ذلك إلى الشريحة رقم 11 لكي أختتم هذا المحور وهو المحور رقم 2، ثم أفتح من جديد الباب للأسئلة ومداخلات الطلاب. لذلك أرجو الآن إذا كان هنالك أي سؤال أو أي استفسار أن تدون هذه الملاحظة جانبا لديك ثم تزعل منها مباشرة بعد أن أختتم هذا المحور وهو المحور رقم 2. ننتقل الآن لشريحة رقم 10. شريحة رقم 10 عزيزي الطالب تضيف لنا ثلاثة مصطلحات جديدة. ابتدي معي بالمصطلح رقم D which is polymenorrhea. Which is polymenorrhea. Polymenorrhea. واضح تماما من اسمها كلمة بولي معناتها مسألة فيها تعدد يعني أو شيء متعدد، لكن هل الترجمة الحرفية تفيد هنا؟ دعنا ندخل للتفاصيل لكي نقول أنها عبارة عن regular bleeding at intervals more than or less than 20 days. يعني regular bleeding at intervals of less than 21 days. طبعا معروف لدى كل السيدات أن الدورة الشهرية تأتي كل 28 يوم، ولكن الآن في حالة البولي مونوريا تأتي الدورة الشهرية لفترة أقل من 21 يوم. يعني بدل من أن تأتي الدورة الشهرية كل 28 يوم أو كل 27 يوم أو كل 29 يوم لدى بعض السيدات، إن الدورة الشهرية الآن تأتي مرة كل 21 يوم، وهذه الحالة توصف بتعدد الدورة الشهرية. تعدد الدورة الشهرية إذن هو عبارة عن regular bleeding، نزف منتظم يصيب هذه السيدة في فترات أقل من 21 يوم. إذن علينا أن ننتبه لهذه العبارة وهي العبارة التي سميناها بالبوليمونوريا، وصفناها أنها دورة شهرية تصيب السيدات في فترة أقل من 21 يوم. طبعا المتعارف عليه هو 28 يوم أو قلنا 27 يوم أو 29 يوم، قد يختلف الوضع من سيدة لأخرى، لكن الآن less than 21 days. Less than 21 days. طيب نعبر من هنا يا شباب ونأتي لعبارة أخرى وهي العبارة رقم E which is oligomenorrhea. Oligomenorrhea. إذن منورية موجودة ثابتة لكن أضيفت عليها سابقة، وهذه السابقة هي oligomenorrhea. ودي bleeding at intervals more than 35 days that may be irregular. يعني الآن بدلاً من أن تأتي الدورة الشهرية في أقصر من وقتها الآن تأتي الدورة الشهرية في أكثر من وقتها المعتاد، يعني تأتي الدورة الشهرية في فترة أكثر من 35 يوم، وهذا الأمر يمكن أن يكون منتظم لدى السيدات. يعني كل أكثر من 35 يوم تأتي الدورة الشهرية وتوصف هذه الحالة بأوليغومينوريا، أو يمكن أن تكون هذه الحالة أيضاً حالة غير منتظمة. نأتي للنقطة رقم F، والنقطة رقم F اسمها dysfunctional uterine bleeding وتختصر بالاختصار DUB، وهذه حالة يحدث فيها excessive uterine bleeding due to abnormalities of endocrine origin. يعني السيدة الآن بتشتكي من نزف كثيف جدا يأتي، وهذا النزف عندما يفحص عن سببه يوجد أن سببه ليس عضويا رحم. يعني تأتيك هذه السيدة عندها نزف كثيف جدا ويطلب منك الأخصائي أنك أنت تعمل فحص بالموجات فوق الصوتية، وعندما تجري الفحص تجد أن بطانة الرحم سليمة لا تحتوي على أي حالة مرضية، ويوجد أن السبب في هذه الحالة هو عدم انتظام هرموني which is abnormalities of endocrine origin. يعني لما نقيس الهرمونات لهذه السيدة يلقوا أن هنالك ارتفاع في هرمونات، وهذه الهرمونات التي تكون مرتفعة هي التي تؤدي لهذا النزف الكثيف، ويتم ضبط هذا الأمر بواسطة وزن هذه الهرمونات من خلال أخصائي النساء والتوليد المتخصص في مثل هذه الأحوال. إذن الـ dysfunctional uterine bleeding هو علة هرمونية أكثر من أن تكون علة عضوية على مستوى بطانة الرحم. إذن في هذه الشريحة أضفنا ثلاثة مصطلحات على المصطلحات السابقة. علي أولا أن أذكرك بالمصطلحات السابقة منوريجيا، ميتروريجيا، مينوميتروريجيا، أضيف لها مصطلحات جديدة أوليغومينوريا، أوليغومينوريا، dysfunctional uterine bleeding. ننتقل الآن لثلاثة مصطلحات أخيرة نرفع بها عدد المصطلحات إلى 9 مصطلحات، وهذا في الشريحة رقم 11، ولدينا هذه المصطلحة المرقمة بالحرف G، postmenopausal bleeding which is PMB
واضح تماما من الترجمه انه نزيف بعد الوصول لسن الياس which is bleeding that occur more than 6 to 12 months after the last menstrual cycle. يعني سيده خلاص وصلت لسن الياس وتوقف عنها الدوران الشهري اللي شهر واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته شهور ما في دوره شهريه، لكن في الشهر السابع ظهرت دوره شهريه، او في الشهر السابع الشهر الثامن من التوقف ظهرت دوره شهريه، ممكن حتى بعد سنه انقطاع الدورة الشهرية تفاجأ هذه السيدة بعد سنة كاملة من الانقطاع أن هنالك دورة شهرية قد ظهرت من جديد. هذا الأمر هو يعرف بالpostmenopausal bleeding، يختصر بثلاث حروف هم PMB. نأتي للمصطلح في سلسلة هذه المصطلحات، وفي المصطلح H لدينا هذه العبارة التي تختصر بثلاث أحرف which is A و B which is abnormal uterine bleeding. abnormal uterine bleeding من خلال الترجمة أنه نوع من النزف الطبيعي الذي يصيب الرحم. وIs any heavy or unusual bleeding from the uterus all of the above. يعني كل المصطلحات السابقة يا شباب اللي كانت أخذناها زي المينوريجيا أو الميتروريجيا أو المينوميتروريجيا أو البوليمينوريا أو الأوليغومينوريا functional uterine bleeding أو حتى البوستمينوبوزال bleeding، من غير دخول في التفاصيل يمكن أخصائي النساء والتوليد مباشرة أن يصف كل الأحوال السابقة لأنها A و B. يعني مثلا بدلا من أنا postmenopausal bleeding PMB يمكن أن أستبدل هذه العبارة مباشرة abnormal uterine bleeding which is A و B، وبدلا من أن أقول على سبيل المثال منورية ممكن مباشرة أن أوفر على نفسي أقول أن الوضع هو A و B و A و B. عبارة أخيرة تضاف للمصطلحات السابقة مرقمة لك بالحرف I which is amenorrhea. Amenorrhea يا جماعة هو absence of uterine bleeding for more than or equal 6 months in a non-menopausal woman. وهذه الحالة يجب أن نفرق ما بينها وما بين الحالة G. حالة G كان في غياب، إذا سيدة وصلت لسن اليأس الدورة توقفت لمدة 6 أشهر فجأة بعد الشهر السادس الشهر السابع نزل الدورة، أو بعد سنة كاملة نزل الدورة من الاختفاء. لكن الحال هنا هو حال سيدة وصلت فعليا وعمريا لسن اليأس 45 وانت ماشي خلاص دي سن اليأس من هنا. لكن الأمينوريا وغياب للدورة الشهرية لمدة 6 أشهر وأكثر في سيدة ما زالت في سن الخصوبة، في سيدة ما زالت في سن الخصوبة. هنا قال لك نون منوبوزال ويمن مش بوست منوبوزال ويمن، عليك أن تفرغ ما بين المصطلح الجي مصطلح اي. هذا ما دار عن مصطلحات فيما مضى من شرائح فيما يختص بالفقره رقم 2. لعلي مره اخرى اذكرك باسماء هذه المصطلحات: مينوريجيا، ميتروريجيا، مينوميتروريجيا، بوليمينوريا، اوليغومينوريا، dysfunctional uterine bleeding. In addition we have postmenopausal bleeding, abnormal uterine bleeding, and we have also amenorrhea. إيمينورية. إيمينورية. أتمنى عزيز الطالب أن تكون هذه المصطلحات قد وضحت لك، وكما وعدتك قبل قليل سوف أتيح الفرصة لك الآن لكي تسأل إذا كان هنالك أي شيء غير واضح. أقول أن المايك مفتوح الآن لمداخلاتكم الأعزاء طلاب، أتمنى أن أسمع منك إذا كان هنالك أي سؤال أو استفسار قبل أن نواصل من جديد. نعم تفضل سليمان، أر ويلكم. أيضا محمد عقيلي أر ويلكم. نسمع سليمان الأول وعقيلي نرجع لك إن شاء الله بإذن الله. تفضل سليمان أر ويلكم عزيز. دكتور، المرض المخصص بالرحم اللي بسرطان الرحم عفوا، اللي هو مثلا زيادة في كمية الدم أو إن ظهور الدم في وقت غير محدد له، عمين كيف أفرق بينه وبين مثلا شو اسمه، بين مثلا اللي وصلت سن اليأس إنه فجأة جاء مثلا من قطع 6 شهور فجأة كذا في نصها يطلع الدم هذا يصير إنه السرطان بعدين ينقطع مرة ثانية، فكيف أقدر أفرق وكيف أعرف من الفرق بين إنه سرطان أو إنه المراحل هذه؟ أشكرك يا سليمان على سؤالك وعلى مداخلتك للمرة الثانية، وهذا أمر مثمر جدا ومفيد لأنه يسري النقاش وهو ما أرجوه من طلابي دائما يعني، وأتقدم لك بالشكر وسوف أفيدك بالإجابة. وعقيلي أرجو أن تجهز سؤالك، أنا في انتظار سؤالك بعد أن أجاوب على سؤال ابننا سليمان العنبر. وأقول يا سليمان، يبدو أن هنالك تداخل قد حصل لك في ما يدور في العنوان الأول والعنوان الثاني.
العنوان الأول هو كان عنوان مخصص لإضافة حقائق. أنا الآن في بناء هيكلي لهذه المحاضرة، هذا البناء يجب أن يبتدي بتمليك الطالب المعلومات الأولية. المعلومات الأولية التي ملكتها لك عزيزي سليمان وبقية الطلاب هي facts، حقائق عن الإندوميتريال كانسر. طيب ما هي الخطوة رقم 2 التي أخطوها في هذه المحاضرة؟ الخطوة رقم 2 التي أخطوها في هذه المحاضرة أن أملك الطالب مصطلحات، وهذه المصطلحات أنت تكون موجود في قسم الموجات فوق الصوتية، تأتي سيدة وتحمل طلب فحص، وهذا طلب الفحص يكتب فيه C/O، يعني complain of، ما هي شكوى هذه المريضة، مما تشتكي. هذه المريضة توصف بأنها تشتكي من واحد من المصطلحات من A لحد ما شفنا في I، ويطلب منك أخصائي النساء والتوليد أن تفسر سبب هذه الحالة التي تشتكي منها السيدة، والتفسير يتم من خلال الموجات فوق الصوتية. طبعاً إذا كان هنالك نزيف في سيدة وصلت سن اليأس، هذا جرس إنذار مباشر ينبهك أن الحالة التي تتعامل معها ربما تكون تشتكي من سرطان بطانة الرحم. ما هو دورك في الموجات فوق الصوتية؟ أن تصور بطانة الرحم، أن تتأكد أنه ليس هنالك ورم داخل تجويف بطانة الرحم أو داخل الإندوميتريال كيفيتي. هذا دورك بالموجات فوق الصوتية. يعني يبقى سؤالك كان يدور إذا كان هنالك نزيف، توقف النزيف، ظهر مرة أخرى، كيف نفرق؟ نحن لا نفرق على المستوى السريري، نحن نفرق، لا عفوا، لا نفرق على مستوى الأعراض والعلامات. نحن نعمل التمييز، هل هنالك سرطان على مستوى بطانة الرحم أم لا، من خلال فحص الموجات فوق الصوتية. وسوف يأتي لك بعد قليل من خلال الهيكل لهذه المحاضرة كيف نفحص بطانة الرحم باستخدام الموجات فوق الصوتية، وحيكون عندك ديمو. ديمو يعني استعراض لمختلف الأمراض التي تصيب بطانة الرحم، يعني سرطان بطانة الرحم نفسه. وسوف نستفيد من هذه الملامح الصوتية في عملية التمييز عزيزي سليمان. لذلك الإجابة على سؤالك سوف تأتي لك بعد قليل، لكن اعذرني على هذه الإطالة. الإطالة دي جست عشان أنا أوضح لك الصورة وأضعها كاملة. أتمنى مرة أخرى برضو أن أنا أكون قد وفقت في الإجابة على سؤالك الكريم، وإذا كان هنالك أي استفسار إضافي أرجو أن تزعل قبل أن ننتقل لعقيلي. شكرا لك دكتور، دام فيه توضيح في المقدمة قدام، يعني شكرا لك. إن شاء الله حيجي لك توضيح بالكامل. أشكرك يعني على مداخلتك عزيزي عقيلي، الفرصة مفتوحة لك، تفضل يا غالي أرجو أن تزعل. عليك السلام ورحمة الله. في من عندي إشكالية في المصطلحات مثلا ذكرتها، اللي هو ميكروجيا وديسفانكشنال تايم أبليتي. أشكرك محمد، أشكرك، لكن يعني يبدو أن المايك عندك فيه إشكالية، الصوت غير واضح. إذا ضبطت الصوت تعاود الاتصال بنا جديد، أو أن تكتب استفسارك مباشرة في خانة الاستفسارات فأقرأه بإذن الله وأرد عليه. في شوية تشويش جاي من عندك محمد، أعتذر عن عدم استقبال السؤال. إذا ضبطت التشويش أن ترجع لنا في المايك مرة أخرى، أو أن تكتب لنا سؤالك في خانة التعليقات، وأكون شاكر لك جدا، وأؤكد إن شاء الله أنه يعني بإذن الله ربنا يعطيني القدرة على أن أستطيع الإجابة عليه. أرجو أن تكتب لي سؤالك مباشرة في خانة التعليقات أو تضبط الصوت عندك من المايك. نعم نواصل ما انقطع من حديث، ومواصلتنا فيما انقطع من حديث يأتي في النقطة رقم 3 أو المحور رقم 3. نعم هنالك مداخلة، أرجو أن تكون من محمد عقيلي، يقول الفرق بين المصطلح BNF إيريز BNF. عزيزي محمد أرجو أن توضح أكثر، رقم B أن رقم F أنت تقصد؟ نعم yes, good. الآن وضح السؤال عقيلي، أشكر عقيلي. يطلب أن نفسر الفرق ما بين المصطلح B which is metroregia والمصطلح F which is dysfunctional uterine. نعم ممتاز جدا. المصطلح متروريجيا والمصطلح F، المصطلح F قال لك في التعريف أنها مرتبطة بأن يكون سبب هذا النزف سبب هرموني وليس سبب عضوي. يعني الآن المشكلة التي أدت لحدوث هذا النزف ليست إشكالية على مستوى بطانة الرحم اللي هي موضوع محاضرتنا اليوم يا عزيزي، أرجو أن تنتبه لذلك. قال لك إنه excessive uterine bleeding due to abnormalities of endocrine origin، يعني مسألة مرتبطة ب
جهاز الغدد الصماء. وجهاز الغدد الصماء الاندوكراين سيستم معروف انه يحتوي على مجموعه من الغدد، اشهر هذه الغدد هي البيتيوتري جلاند، وهي تفرز هرمونات لديها تاثيرات مباشره على الجهاز التناسلي للانثى خصوصا البيضين وبطانه الرحم نفسها. هذا ما يرتبط بالمصطلح اف. اما المصطلح رقم بي هنا السبب عضوي. Proregia is an intermenstrual bleeding that occurs at regular interval not associated with the menstrual cycle. يعني هنا ربما السبب في هذه الحالة هو الصدوي، يرتبط بإشكاليات أخرى عضوية، وربما قد تكون الإشكالية في بي أيضا إشكالية هرمونية، لكن الحالة F تم عزل السبب مباشرة أنه ليس عضوي مطلقا بل هو سبب هرموني في المقام الأول. لكن ده ما ينفي إنه في الحالة ما يكون السبب هرموني، لكن لا ينفي ذلك أن السبب ربما لديه ارتباط عضوي. دورك في الألتراساوند أن تفسر ذلك. أتمنى أن أكون قد وفقت في إجابة على سؤالك أو استفسارك. هو سؤال جيد الحقيقة، لأنه يحاول أن يخلق علاقة ما بين المصطلحات، وممكن هذا السؤال يتم إصغاؤه بطريقة أخرى. ممكن نطلب تمييز ما بين المصطلح C والمصطلح رقم F كما قال محمد في استفسارك. الله يجزاك خير ويعطيك العافية، شكرا على مداخلتك ووصلت النقطة بتعليقك. الله يعطيك العافية، شكرا للتوضيح. هذا واجبي يا عزيزي، وأتمنى أن أستطيع أن أصل لك المعلومة بالطريقة المناسبة والطريقة الجيدة. ودعنا نواصل بعد ذلك لكي نمر لمحور آخر من هذه المحاضرة، وهذا المحور الذي نمر عليه الآن ونبه له الطلاب، وبعنوان Endometrial Transvaginal Ultrasound Technique، أي كيف نفحص بطانة الرحم باستخدام الموجات فوق الصوتية المهبلية. ولدينا هذه الشريحة التي تبتدر القول بالقول أن هنالك مجموعة من الصور يمكنك أن تشاهدها مضافة على ما كتب، وما كتب Endometrial sickness is a commonly measured meter in routine gynecological ultrasound. يعني واحدة من أهم الأشياء التي ننتبه لها عندما نفحص بطانة الرحم بالموجات فوق الصوتية أن يتم قياس سمك البطانة. يتم قياس إيه؟ يتم قياس سمك البطانة. انتبه لهذه الصور، هذه هي بطانة الرحم، هنا كما وضع لك المؤشر كان تتابع المؤشر، هذا الآن نوع من القياس لسمك البطانة. وعند قياس سمك البطانة هنا وجد أنه 0.18 سنتيمتر، وهذه أيضا ذات الرحم نفسه. الآن نجري قياس لهذه البطانة، والطالب الذي ينظر لهذه الصورة ينتبه تماما أن السمك هنا أقل بكثير جدا من السمك الذي تم قياسه هنا. والآن في ذات الرحم نحن الآن نقوم بقياس سمك هذه البطانة، والطالب الذي يشاهد يمكنه أن يلاحظ أن السمك في هذه الحالة هو أكبر سمك ما بين الأسماك الأخرى التي تم قياسها. ما هو الوضع هنا؟ الوضع أننا في الحالة الأولى نحن في مرحلة من مراحل الدورة الشهرية تعرف المنسترال فيز. نحن هنا في المنسترال فيز، ونحن هنا في مرحلة اسمها مرحلة البوريليفيريتيف فيز، مرحلة من مراحل الدوران الشهري تعرف بالبوريليفيريتيف فيز. نحن الآن في المرحلة الإفرازية which is the secretory phase. الطالب يدرك تماما أن هذه الزيادة المضطردة في سمك بطانة الرحم مرتبطة بتهيئة هذه البطانة لاستقبال البويضة المخصبة. إذا لم تكن هنالك بويضة مخصبة تفضي لحالة حمل، إن هذا السمك وهذه التهيئة سوف تنهار كي يرجع إلى ما كان عليه في هذه المرحلة، وهذا الانهيار هو ما يؤدي للنزف ويؤدي للدوران الشهري. الذي نستخلصه من هذه الشرائح أن قياس سمك بطانة الرحم يجب أن يكون في رينج، يجب أن يكون في مدى. لا نستطيع أن نجمل هذا السمك في رقم واحد، إنما نقول أن السمك يتدرج من كذا لكذا. هذا في الأحوال الطبيعية، إذا كان هنالك زيادة في هذا السمك عن هذا المدى يمكن بعد ذلك أن نتكلم عن أن هنالك حالة مرضية يجب أن نبحث عنها، هل هي حالة سرطانية أم هي حالة حميدة. هذه الرسالة ترسل لك من خلال هذه الصور، ترسل لك من خلال الفقرة التي تتواجد في هذه الشريحة، والتي تقول أن الإندوميتريال سيس is a commonly measured parameter، من أكثر الأشياء التي نقوم بقياسها في الروتين gynecological ultrasound. يعني إذا جات سيئة أي فحص يختص بفحص الجهاز التناسلي للأنثى، حتى ولو كان فحص
عضلة الرحم أو حتى لو كان فحص للمبايض، علينا بعمل روتيني أن نقوم بقياس سمك بطانة الرحم وننتبه لمرحلة الدورة الشهرية التي تتواجد فيها هذه السيدة، المدى الطبيعي لسمك بطانة الرحم. بطبيعة الحال سوف يكون هنالك مدى طبيعي لسمك بطانة الرحم السيدات في فترة الخصوبة، ويجب أن يكون هنالك مدى طبيعي نتحرك فيه لقياس سمك بطانة الرحم لدى السيدات في فترة سن اليأس، وهو ما سوف يأتي في هذه المحاضرة. أتجاوز هذه الشريحة وأمر على شريحة أخرى. في هذه الشريحة تجد فترة 28 يوم التي كلمتك عنها التي قد تزيد أو تنقص. أتت الدورة في فترة أقل من 21 يوم سيسبولي منورية كما قلنا قبل قليل، وإذا أتت في فترة أزود من 35 يوم سيسوليغو منورية كما أثبتنا ذلك في المصطلحات. لا ننظر لهذه الصورة، فيها أرقام تسلسل من 1 إلى 28 يوم، هي فترة الدورة الشهرية المتعارف عليه. على العداد يأتي مرة أخرى إلى رقم 1 وراق 1 بيضة انتجت، لاحظ الآن نزف في اليوم 1 وانتاج البويضة، أتت وجدت البطانة مهيئة، لم يحدث تخصيب أو تلقيح لهذه البويضة، انهارت هذه البويضة أو انهارت هذه البطانة وخرجت في شكل دورة شهرية. الدوران الشهري يمكننا أن نتابع ذلك من خلال هذا المخطط الذي يشرح الأسماك السابقة في هذه الصور. الآن تابع من اليوم رقم 0 إلى اليوم رقم 4، نحن في فترة تعرف بفترة المنستريشن. لاحظ الآن البطانة كانت مهيئة، لم يحدث تخصيب، انهارت هذه البطانة وظهرت الدورة الشهرية. الآن البويضة ابتدأت في التكون، ازداد هرمون الاستروجين على حساب الفوليكولار ستيمولاتينج هرمون، وابتدأت هذه البطانة في النمو تنمو حتى تصل إلى السمك الأقصى وتنتظر عملية التخصيب. إذا لم تخصب البويضة فإن هذه البطانة سوف تنهار في شكل منستريشن. إذن هذه فترة المنستريشن، لدينا هذه المرحلة من اليوم 4 إلى اليوم رقم 14 تعرف بالفوليكولار. اليوم رقم 14 هو اليوم الذي يحدث فيه التبويض، خروج البويضة من المبيض. بعد اليوم رقم 14 لحد اليوم رقم 20 احنا في اليوتيل فيز، اذا انتبه لهذه المراحل. الاسترال فيز من اليوم رقم 0 لحد اليوم رقم 4، ربما يمتد معك حتى هذه المرحلة وهي اليوم رقم 5 على سبيل المثال. من اليوم رقم 4 الى اليوم رقم 14 سوف يكون هنالك ما يعرف بالفوليكولار فيز. والفوليكولار فيز هو ان تبدا بويضة في هذا المبيض بالنضج والوصول الى غمض المبيض لتحدث عمليه التبويض والاوفيوليشن اليوم رقم 14. ثم بعد ذلك ناتي لليوتيل فيز والبويضة تخرج من المبيض تدخل في قناه فالوب ما يبدو هنا، ثم تاتي الى بطن الرحم. تجد البطانة مهيئة، البطانة في انتظار هذه البويضة، حصل تخصيب، سوف تنغرس البويضة مباشرة في هذه البطانة، لم يحدث تخصيب سوف تخرج هذه البويضة وتنهار معها البطانة في شكل منستريشن، وهذه فترة 28 يوم وهي days of menstrual cycle. إذن هذه الصورة صورة في غاية الأهمية، أضيفت لها هذه الصورة المتحركة أو this gif image حتى تعطيك فكرة عما يحدث هنا. الذي كتب هنا The appearance as well as the thickness of the endometrium depend on أن ملمح أو مظهر بطانة الرحم وسمك بطانة الرحم صوتياً يعتمد على عاملين. العامل الأول whether the patient is of reproductive age or postmenopausal كما قلت لك قبل قليل، هل المريض تحت الفحص في سن الخصوبة أم أنه في سن اليأس. العامل رقم 2 if of reproductive age إذا كان هذا المريض تحت الفحص في سن الخصوبة هو في أي حالة من مراحل الدورة الشهرية. So at what point in the menstrual cycle they are examined. طبعا هذا الكلام مهم أنه يجعلنا نتعامل مع هذه الأسماك المختلفة لسمك بطانة الرحم بصورة جيدة من غير أي خطأ، ويجعلنا يعني نتعامل مع المدى الذي سوف نظهره بعد قليل، سواء كانت السيدة في سن الخصوبة أو كانت السيدة في سن. هذا ما يتعلق بالإندوميتريال ألتراساوند تكنيك، نوع من التهيئة للطالب. قبل الحديث عن استخدام الترانسفاجينال ألتراساوند، يمكنك أن تلاحظ في الفيديو كليب الذي يعمل الآن ووضع عليه المؤشر
شاهدنا هذا الفيديو كليب قبل الآن كيف يتم تهيئة الألتراساوند بروب للاستخدام. لدينا كفر يتم بس هذا البروب الكفر لكي نتفادى أي infection transmission between the patient، وبعد ذلك نعمل أبلاي كمية الجل المناسبة ونقوم بإدخال البروب. وعلينا أن ننتبه لمجموعة من الأشياء، أن المثانة يجب أن تكون فارغة، يعني إذا وددنا أن نجري هذا الفحص لسيدة the urinary bladder should be empty. This is number one. رقم اثنين sagittal plane swept the entire endometrium. يجب علينا أن نعمل مقاطع في sagittal plane. و sixth portion علينا أن نقوم بقياس أسمك مكان أو أدخن مكان أو أغلظ مكان في بطانة الرحم لكي نتحصل على السمك. ولكن إذا وجدنا مثل هذه الصورة الآن يمكنك أن تلاحظ أن هنالك سواد، وهذا السواد يعبر عن وجود سوائل داخل جويف الرحم أو داخل الإندوميتريال كافيتي. في هذه الحال لا نستطيع أن نقيس المسافة بإجراها من هنا إلى هذه النقطة. يجب علينا أن نقيس مسافتين، السمك هنا يعطينا مسافة، وهذا السمك الذي يتواجد بالأسفل يعطينا مسافة أخرى، ونقوم بجمع المسافتين لكي نعرف هل نحن في المدى الطبيعي أم أننا خارج المدى. So empty urinary bladder sagittal long axis plane، علينا أن نفحص بطانة الرحم في long axis and sweep the entire endometrium، ونمسح كل الاندوميتريوم بحثا عن أي تورمات أو أي أمراض. وبعد ذلك نقوم بقياس أسمك مكان excluding the hypoechoic inner myometrium، لا نشمل الميومتريوم معنا في القياس عضلة الرحم. ايضا double sickness measurement excluding fluid in the endometrial cavity، اذا كان هناك اي سائل في الاندوميتريال كافيتي علينا ان نقيس هذه المنطقه ثم نقيس هذه المنطقه، وبطبيعه الحال هما اسمك منطقتين نقوم باضافتهم لبعضهم البعض لكي نتحصل عفوا على سمك واحد ونقارنه مع المدى الطبيعي للسمك. هذا فيما يتعلق بالترانسفاجينال التراساوند ميجرمنت او ما يتعلق بالفقره رقم 3 او النقطه رقم 3 التي كانت بعنوان الاندوميتريال ترانسفاجينال تكنيك. ولعلنا الان وصلنا لهذه الساعه او وصلنا للساعه الاولى من هذه المحاضره، نعود لكي نفتح الفرصه مره اخرى لاسئله الطلاب في هذا المحور رقم 3. استمع اذا كان هنالك اي اسئله او مداخلات قبل ان امر لمحور جديد. نعم اخوه الطلاب الفرصه متاحه الان للاسئله، اتمنى نسمع منكم. نعم الاخوه الحاضرين، هل هنالك اي سؤال او استفسار حول النقطه رقم 3 التي كانت عن الاندوميتريال ترانسفاجينال التراساوند تكنيك؟ قبل ان ناتي للسيناريوهات المختلفه التي يمكن ان نشاهد فيها بطانه الرحم. نعم اذا كان ليس هنالك سؤال او استفسار اسمحوا لي ان اواصل في المحور رقم 4 من هذه الحلقه او هذه المحاضره، وهذا المحور رقم 4 هو التراساوند ان ديفرنت سيناريوز اوف اندوميتريال ابنورماليتيز، وفيها سوف نتحدث عن أحوال مختلفة لسمك بطانة الرحم وفي شكل سيناريوهات أو في شكل يعني حوادث مختلفة. السيناريو رقم واحد، السيناريو رقم واحد first scenario pre-menopausal endometrium. إيش يعني pre-menopausal endometrium؟ أرجو أن ننتبه مرة أخرى، pre-menopausal endometrium. Premenopausal endometrium نعني به بطانة الرحم في حالة فترة الخصوبة. فترة الخصوبة قلنا هي الفترة من فترة البيوبيريتي اللي هي فترة البلوغ حتى توقف الدورة الشهرية والدخول لسن الياس. طبعا قبل قليل شاهدنا مراحل مختلفة للدورة الشهرية، ومن أشهر هذه المراحل لدينا مرحلة الفوليكولار فيز وما يعرف بالبروليفيريتيف فيز، وهي المرحلة التي يحدث فيها تبويض أو تهيئة هذا المبيض لإنتاج البويض التي سوف تخرج منه في هذه الدورة. أيضا المرحلة الإفرازية وفيها تكون هنالك إفرازات كثيفة وهو ما تعرف باليوتيل فيز، وهي المرحلة الأخيرة من الدورة الشهرية. إذا لم يحدث انغراس للبويضة المخصبة سوف نرجع مباشرة للمنسترال فيز. هذا الأمر يا أعزاء شاهدناه قبل قليل، سوف أرجع له رائح عندما كنا في هذه الصورة في شريحة رقم 14. لاحظ منسترال فيز، فوليكولار فيز، ovulation luteal phase. هذا الفوليكولار فيز يعرف ب نعم ماذا يعرف يا شباب؟ سميناه قبل قليل، نعم يعرف بالبروليفيريتيف فيز. واليوتيل فيز الذي اتينا له قبل قليل سميناه بالسكريتري فيز. طيب
ينظر وينتبه لهذه المراحل المختلفة، وهذه المراحل مهمة جدا لأننا نتعامل مع حالة تسمى بالبريمينيبوزال إندوميتريوم، الذي سوف نجده إذا فحصنا بريمينيبوزال إندوميتريوم. علينا أن ننتبه هنا الفولليكولار فيز which is the proliferative phase واليوتيل فيز which is the secretory phase. وراغب الصورة التي تتواجد في الأسفل، هذه هي بطانة في اليوم رقم 4، وهذه بطانة الرحم في اليوم رقم 7، وهذه هي البطانة في اليوم رقم 14، لاحظ تزايد السمك، وهذه هي البطانة في اليوم رقم 17، شوف تزايد السمك، والسمك الأقصى في الليت سيكريتري فيز. إذن علينا أن ننتبه، وعلينا أن ننتبه أن الأبر نورمال إندوميتريال سيكنس الليت سيكريتري فيز is between 12 to 16 millimeter. هنا أعطيناك العتبة التي تتحرك فيها، أن السمك الأقصى حتى 16 مليمتر، والعتبة التي نعمل فيها هي 15 مليمتر. يعني ممكن أبتدي من سمك ضئيل جدا، لكن أشترط أن هذا السمك يجب أن لا يتجاوز 16 مليمتر. إذا وجدت أن السمك قد تجاوز 16 مليمتر، يجب علي أن أبحث عن المسبب. ربما تكون هنالك حالة مرضية موجودة داخل بطانة الرحم أو في تجويف بطانة الرحم أدى هذا الأمر لزيادة سمك البطانة. إذن عتبة السمك الطبيعي التي يمكن أن نقول بعدها أن الحال abnormal، أن نجد مقياس زايد عن 16 مليمتر، وهنالك اتفاق أن 15 مليمتر هي العتبة المناسبة التي نتحرك فيها. الطالب الآن يلتقط معلومة في غاية الأهمية، مدى السمك الطبيعي. What is the normal range of endometrial thickness in a premenopausal lady? This is so important. Or in a premenopausal woman. Roman, this is so important يا شباب. Note, الآن بيعطيك note أو بيعطيك تنبيه أو تنويه. Premenopausal endometrial thickness changes throughout the cycle. وهذا التنبيه أنت على معرفة به، أن سمك بطانة الرحم يتغير من خلال الدورة الشهرية، سواء كنا في المنستروياشن أو كنا في الفوليكولار بروفيريتيف فيز، كنا في الأوفيوليشن فيز، أو كنا في الليل أو السكريتري فيز. وأثبتنا ذلك من خلال الصور التي تتواجد أسفل هذه الشريحة، ابتداء من اليوم رقم 4 ثم اليوم رقم 7 ثم اليوم رقم 14 ونأتي إلى اليوم رقم 17 حتى الليت سكريتري فيز. هذا هو السيناريو الأول. يعني الآن أنت تحط في ذهنك، والله يا أخي إذا جاتني سيدة هي بريمينيبوزل، أنا عملت لها فحص موجات صوتية، أنتبه للأشياء اللي موجودة في الشريحة رقم 17. انتبه ان هنالك حد يجب ان لا يتجاوزه السمك هو 16 مليمتر. في بعض الكتب هنالك اتفاقا يكون ال 15 مليمتر هو الثريشولد التي اذا تجاوزناها نفكر بعد ذلك ان الحال غير طبيعي. اتمنى يا سليمان انك انت الان بديت تلتقط بعض الاجوبه على استفساراتك السابقه. نعم، امر بعد ذلك للسيناريو رقم 2. والسيناريو رقم 2، ما الذي اتوقعه في بوست مينوبوزال woman or lady with bleeding؟ يعني جاتني سيدة دخلت في سن اليأس، وهذه السيدة كانت تشتكي من نزف، والpost menopausal bleeding طبعا يختصر في PMB. وإذا أنت تفصيل أكثر عن PMB عليك أن ترجع مباشرة لشريحة المصطلحات، وهي كانت المحور على ما أعتقد أو أجزم بأنه كان المحور رقم 2 في هذه المحاضرة. ما الذي أتوقع في مثل هذه الأحوال؟ الذي أتوقع في مثل هذه الأحوال أن الإندوميتريال سيكنس of more than 4 millimeter consider abnormal and require endometrial biopsy. يعني إذا جاءت أي سيدة لقسم الموجات فوق الصوتية وهي في مرحلة سن اليأس وتشتكي من نزيف، وقمنا بفحص الإندوميتريوم ووجدنا أن سمكه أكثر من 4 مليمترات، علينا أن نطلب من هذه السيدة أن تقوم بعمل إندوميتريال بايوبسي. إندوميتريال بايوبسي أخذ خزعة أو عينة من بطانة الرحم لتحليلها ومعرفة ذلك أنسجة خبيثة في العينة أم لا. النقطة رقم 2 في هذا السيناريو، risk of endometrial cancer with endometrial sickness less than or equal 4 millimeter is 0.5 to 1%. ويعطيك معلومة يقول لك يا أخي إذا لقيت السمك في هذه الحالة، يعني هذه السيدة عندها نزيف مشينا وهي هي postmenopausal، هي في سن اليأس، ونظرنا لبطانة الرحم وقمنا بقياس بطانة الرحم، وجدنا أن سمك البطانة أقل من الأربعة مليمترات أو يساوي الأربعة مليمترات، أقل أو يساوي ليس أزود في النقطة السابقة، فإن فرصة وجود سرطان عنق الرحم في هذه السيدة ضئيل للغاية 0.5 ل 1%.
ولكن لكي نقطع الشك باليقين علينا أن نعيد هذا الفحص المهبلي بعد 4 إلى 12 شهر، يعني بعد 4 شهور للسنة يجب علينا أن نحضر هذه السيدة ونقوم بإعادة الفحص مرة أخرى لكي نطمئن عليها أكثر، ولا نطلب منها عمل بايوبسي في مثل هذه الأحوال. لكن البايوبسي يتم عملها أو يتم طلبها إذا وجدنا أن هنالك سيدة في سن اليأس ولديها نزيف وتم تصنيفها من خلال المصطلح التي تعرف ب post menopausal bleeding which is PMB، وجدنا السمك أكثر من 4 مليمترات علينا بكل شجاعة أن نطلب الإندوميتريال بايوبسي. ما هي الثريشولد؟ ما هي العتبة التي يجب أن نتحرك فيها؟ العتبة التي يجب أن نتحرك فيها الآن 4 to 5 مليمتر ثريشولد is not good. عليك يا عزيزي أنت إذا وجدت أن السمك 4 مليمترات أو 5 مليمترات is not perfect، يجب أن يكون الحالة أو تعامل الحالة بأنه هنالك احتمالية لسرطان بطانة الرحم حتى ولو كان السمك أقل من 4 مليمترات. الذي يجعلنا نتشكك وجود النزيف، لكن في حالة عدم وجود نزيف عمل الحالة كأنها حالة طبيعية، لأنه عرفنا حتى لو كان السمك أقل من 4 مليمترات، يعني لو وجدنا سمك 3 مليمتر أو 2 مليمتر أو 1 مليمتر، طالما هنالك نزيف، طالما صنفت الحالة أنها post menopausal bleeding إن الفرصة مؤاتية بنسبة 0.5 1%. علينا أن نقوم بإعادة الفحص بعد 4 إلى 12 شهر. إذا وجدنا أنه ليس هنالك نزيف أو توقف النزيف، إذن بعد ذلك تقرر هذه السيدة وتوصف بأنه ليس هنالك احتمالية لوجود سرطان رحم. عليك أن تنتبه، عفوا ليس عنق الرحم، سرطان بطانة الرحم. عليك أن تنتبه 4 مليمتر to 5 مليمتر threshold is not perfect. ممكن أن يأتيك في الاختبار الفصلي يقول لك يا أخي post menopausal bleeding endometrium of 4 to 5 مليمتر threshold is perfect. Actually it's not perfect. ما زالت هنالك احتمالية، يقطع الشك باليقين بإعادة الفحص بعد 4 إلى 12 شهر وبعد 4 شهور إلى سنة. إذا وجدنا النزيف غد توقف وأن السمك غد انخفض أو ما زال أقل من 4 مترات أو يساوي 4 مليمترات، في هذه الحالة توصف الحالة بأنها حالة نورمال. حالة نورمال. هذه الصورة المرفقة توضح لك case of endometrial cancer in women with postmenopausal bleeding، يعني this عند postmenopausal bleeding وكل هذا المكان يعني يشير هنالك كتلة تتواجد هنا، وهذه الكتلة تشير إلى أن الحالة هي حالة بتاعة endometrial cancer. إذن انتبه لهذه الصورة، ده المانجمنت. إذا عملت transvaginal ultrasound السمك يساوي أو أقل من 4 مليمترات، الذي تعمل repeat ultrasound 4 to 12 months. إذا لقيت الإندوميتريال سيكنس أكبر من 4 مليمترات قلنا نطلب الإندوميتريال بايوبسي. أما إذا لقينا فوكال سيكنج أوف إندوميتريوم، إذا كان هنالك سمك في مكان محدد، إذا كان هنالك سمك أو بؤرة محددة، علينا أن نلجأ للهستروسكوبي. الهستروسكوبي هو منظار الرحم، ما نعرف بعد قليل معرفة ماهية هذه الكتلة. إذن عندنا 3 اتجاهات. الاتجاه الأول إعادة الموجات بعد 4 إلى 12 شهر، أو نعمل إندوميتريال بايوبسي إذا كان السمك أكبر من 4 في الحالة الأولى يساوي أو أقل من 4 مليمترات، إذا كان هنالك كثافة أو سمك في مكان معين أو كتلة في مكان معين من الإندوميتريوم هما يعرف بالفوكال سيكنينج أوف إندوميتريوم في بطانة الرحم، علينا أن نتجه للهستروسكوبي للوصول إلى خلاصات عن ماهية الحالة. هذا فيما يخص السيناريو رقم 2. سوف أفتح لك الفرصة عندما أكمل هذه السيناريوهات، والآن آتي إلى سيناريو رقم 3 which is the third scenario. والثيرد سيناريو about postmenopausal bleeding on hormone replacement therapy which is HRT. Postmenopausal bleeding on hormone replacement therapy. Hormone replacement therapy which is HRT. والHRT يا شباب إذا كان لدينا سيدة أخضعت للعلاج الهرموني، العلاج الهرموني هو ما يعرف بالهرمون ريبليسمنت ثيرابي. هذه السيدة كانت بي ام بي، قبل شوية عرفنا ماذا نعني ببي ام بي which is post menopausal bleeding، يعني كان في سيدة عندها post menopausal bleeding في نفس الوقت كانت تخضع لهرمون ريبليسمنت ثيرابي. هذه الحالة تحتاج لنصافي لكي تفهم. أتمنى أن نجمع خيوطنا مرة أخرى وننتبه. الحالة الأولى يا عزاء في السيناريو الأول تكلمنا عن سيدة في البريمينيبوزال إندوميتريوم، يعني هي سيدة في فترة الخصوبة، ما هو المدى المعقول الذي نتعامل فيه عرفناه. الآن سيدة في سن اليأس وحصل عندها نزيف، ما هو السيناريو في مثل هذه الحالة؟ هذا هو السيناريو أمام.
الحالة رقم 3 سيدة في سن اليأس وكان عندها نزيف، لكنها في نفس الوقت كانت تتلقى علاج هرمون تعويضي. بعد ساعات الله يدخلنا في سن اليأس، يعني قد يشتكين من هشاشة العظام وإشكاليات مختلفة. في هذه الأحوال يتم صرف علاج هرمون تعويضي، وهذا العلاج الهرمون التعويضي الذي يصرف لهؤلاء السيدات يستوجب مننا أن نعمل مجموعة من الأشياء. رقم 1 transvaginal scan 4 to 5 days after cycle in women on sequential HRT. Transvaginal ultrasound at any time in women on continuous hormone replacement therapy. Keep 5 mm as a threshold of normal. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يستوجب علينا أن نمر لهذه الصورة المرفقة بهذه الشريحة. يقول لك ويعلمك أن هنالك نوعان من العلاج الهرموني. النوع الأول يسمى بالsequential preparation، والنوع الثاني يعرف بالcontinuous combination HRT. وقال إذا وجدت سيدة تستخدم السيكوينشال بريبريشن، يعني بتاخد البروجسترون في اليوم رقم 12 ل 14 في كل شهر، هذه السيدة تستوجب أن تخضع للترانسفاجينال ألتراساوند في اليوم الرابع أو الخامس من الدورة الشهرية. أما إذا كانت السيدة بتاخد combination hormone replacement therapy، يعني الجرعة التي تعطى لها هي خليط من الاستروجين والبروجسترون، في هذه الحالة يمكن أن نخضعها transvaginal ultrasound في أي وقت أتت فيه لقسم الموجات فوق الصوتية. هذا يحدد كيفية التعامل. يعني جاءت سيدة هي post-menopausal bleeding، جاءت سيدة ما لها هذه السيدة post-menopausal bleeding وكانت في hormone replacement therapy، يعني عندها نزيف وهي تستخدم الهرمون العلاج الهرموني، كيف أتعامل معها؟ لازم أعمل فرز، وهذا الفرز يعني يقسمهم لمجموعتين. المجموعة الأولى هل هي في sequential preparation هي في continuous combination، وهذا الفرز وظيفته لكي أحدد هل أستطيع أن أعمل الفحص الآن علي أن أنتظر لبعض الوقت. إذا قالت هي بتستخدم استروجين وبروجسترون، معناتها صنفناها في حالة الكونتينيوس كومبايند HRT، في هذه الحالة نستطيع أن نعمل الفحص في أي وقت شئنا. لكن إذا كانت بتستخدم sequential preparation، يعني بتاخد بروجسترون في اليوم رقم 12 أو 14 كل شهر، في هذه الحالة لا أستطيع أن نعمل الفحص إلا في اليوم الرابع أو الخامس بعد توقف النزف. يعني بعد أن تتوقف الدورة في اليوم الرابع إلى الخامس يمكن أن أقوم بإجراء الفحص. وفي كلا الحالتين علي أن أنتبه أن بطانة الرحم يجب أن لا يزيد سمكها عن 5 مليمترات. إذا وجدت بطانة الرحم سمكها أزود من 5 مليمترات، هذا ينبه أن هنالك حالة مرضية تستوجب الانتباه. لكن إذا وجدت السمك في حدود 5 مليمترات أو أقل من 5 مليمترات، علي أن أصف أن السبب الآن ليس مرتبط بأي ورم موجود على مستوى بطانة الرحم، فالطبيب أن يبحث عن الأسباب الأخرى هي أسباب هرمونية في المقام الأول. هذا السيناريو رقم 3. أكرر وأقول مرة ثانية، السيناريو الأول سيدة في فترة الخصوبة بنزيف، علينا أن نبحث عن سبب النزيف، مستصحبين الوقت الدورة الشهرية، مستصحبين المدى الذي نتعامل معه. السيناريو رقم 2 سيدة هي post menopausal bleeding، وهي في سن الياس واشتكت من هذا النزيف، علينا أن ننتبه للإندوميتريال سيكنس الذي يكون من أكثر من 4 مليمترات. كيف نتعامل معه؟ نتعامل معه من خلال طلب الإندوميتريال بايوبسي. إذا وجدنا السمك أقل من 4 مليمترات أو يساوي 4 مليمترات، فرصة متاحة لحدوث السرطان لكنها بنسبة منخفضة، وإعادة الفحص من 4 إلى 12 شهر، ويجب علينا أن نعتبر 4 إلى 5 مليمترات threshold is not perfect، ليست جيدة بأي حال من الأحوال. وإذا وجدنا أن هنالك focal sickening علينا أن نتجه للهستروسكوب. هذا هو السيناريو رقم 2. السيناريو رقم 3 سيدة عندها post-menopausal bleeding وهي كانت موجودة في hormone replacement therapy، يجب علينا أن نصنف هذه السيدة حتى نعرف متى نعمل الفحص. التصنيف وفقا لنوع الهرمون الذي تتلقاه، هو sequential يعني تأخذ بروجسترون في اليوم رقم 12 أو 14، ولا هل هو continuous combined يعني فيه استروجين وفيه بروجسترون مع بعض. إذا كان combined نستطيع أن نعمل الفحص اللي هو transvaginal ultrasound في أي وقت، لكن إذا كان الدواء الذي تتناوله هذه السيدة
sequential preparation لا نستطيع أن نقوم بأداء الفحص بعد 4 إلى 5 أيام من توقف النزيف. وعلينا أن نضع الخمسة مليمترات as a threshold of normal، هي عتبة نتحرك فيها. إذا تزايد السمك عن الخمسة مليمترات علينا بعد ذلك أن نفكر أنه ربما هنالك حالة مرضية لدى هذه السيدة تستوجب دخل سريع من أخصائي النساء والتوليد المسؤول عن الحالة. هذه الشريحة أضيفت لك فيها صورة، وهذه الصورة مأخوذة من بحث تم نشره في مجلة تعرف مجلة نيبوزا إنترناشونال سنة العام 2012 إصدار 18 فوليوم 18 إيش 1 صفحات 5 إلى 9 بواسطة هذا الباحث بوربوس إيت آل ومعه آخرون، وورقتهم كان عنوان بوست مينوبوزال فاجينال بليدنج إن ويمن يوزنج هرمون ريبليسمنت ثيرابي، حاول أن يتعرف على مسببات النزيف في السيدات اللاتي يستخدمن الهرمون ريبليسمنت ثيرابي. هنا كان تلاحظ أن هنالك محورين: ديوريشن أوف هرمون ريبليسمنت ثيرابي، الفترة الزمنية التي يتم فيها الاستخدام، سنة لثلاث سنوات، 4 إلى 6 سنوات، أكثر من 6 سنوات مجهول غير معروف، يعني أكثر من 6 سنوات بطبيعة الحال أو مجهول. هنا ريسك أوف كانسر بير 1000 تومين، نجد أن السيدات اللي استخدمنا الهرمون ريبليسمنت ثيرابي نسبة حدوث السرطان إذا كانت الفترة من 1 إلى 3 ضئيلة، ولكن ترتفع النسبة رويدا رويدا كلما ازدادت فترة الاستخدام. هذا الأمر خطير جدا أن السيدات اللي استخدمنا الهرمون ريبليسمنت ثيرابي هم عرضة للإصابة بسرطان بطانة الرحم وفقا لهذه الدراسة. يبقى إذا كان في سيدة عندها بوست مينوبوزال بليدنج وهي في هرمون ريبليسمنت ثيرابي، علي أن أهيئ نفسي أن هذه الحالة ربما ملتقطة بالفعل بسرطان أتى نتيجة لفعل خارجي، وهذا الفعل الخارجي باستخدام الهرمون، استخدام الهرمون ريبليسمنت ثيرابي. هذه الدراسة دراسة جيدة جدا أثبتت هذا الأمر، لذلك أتيت لك بها هنا حتى أستطيع أن أربط المعلومات مع بعضها البعض. نحن نسير بصورة جيدة، ولعلنا الآن أمام السيناريو 4 وهو السيناريو الأخير الذي سوف نحاول أن نتوقف فيه بعد ذلك لإتاحة الفرصة للأسئلة. هذا السيناريو مرتبط بدواء مشهور يعرف بالتموكسفين. انتبه لاسم هذا الدواء، هذا الدواء اسمه التموكسفين، وهذا التموكسفين بيأتي في شكل تابلتس حبوب 30 حبة في الشهر أو 30 حبة موجودة داخل هذه العبوة، يصرف شهريا كل يوم حبة أو على حسب الوصفة التي يراها الطبيب ملائمة، والتابلت الوحدة فيها 20 ملي جرام. طيب هذا الدواء إيش علاقته بموضوعنا؟ هذا الدواء الحقيقة يتم صرفه للسيدات اللائي كن يشتكين من سرطان الثدي، يعني سيدة كان عندها سرطان في الثدي تم عمل المعالجة الإشعاعية وأزيل الثدي جراحيا حتى نطمئن لعدم عودة السرطان مرة أخرى، أو لو أزيل جزء من الثدي الحقيقة حتى لعدم عودة السرطان مرة أخرى، يطلب من هذه السيدة أن تستخدم هذا الدواء الذي يسمى بالتموكسفين. التموكسفين ده يخفض خطر عودة سرطان الثدي مرة أخرى إلى النصف، يخفض فرصة عودة سرطان الثدي مرة أخرى إلى النصف، إلى أي شباب؟ إلى النصف. إذا هو يخفض نسبة عودة سرطان الثدي إلى النصف، إيش دخل هذا التموكسفين مع الإندوميتريوم؟ يعني حاجة عندها علاقة مع سرطان الثدي، إيش جابه للإندوميتريوم؟ الذي أتى بها للإندوميتريوم أن هذا الدواء عندما يستخدم لتخفيض فرصة عودة سرطان الثدي مرة أخرى إلى النصف، فإنه ينشط الإندوميتريوم، يعني يشتغل كمان على الإندوميتريوم. لذلك long term use of tamoxifen increases the risk of EC، وهذا هو سبب الإتيان بهذا الدواء والحديث عليه هنا. السيناريو أن هنالك سيدة أتت لقسم الموجات فوق الصوتية تشتكي من نزيف وتستخدم التاموكسيفين. ما هي الرسمة التي يجب أن نضع فيها هذه الحالة؟ Most women on tamoxifen will have endometrial thickness more than 5 mm. أضغط هذه المعلومة أنه إذا أتت سيدة لقسم الموجات فوق الصوتية وفحصنا لها الرحم وقمنا بقياس سمك الإندوميتريوم، بطبيعة الحال سوف نجد أكثر من 5 مليمترات. يعني ما تمشي تلاقي هذه البطانة أكثر من 5 مليمترات طوال تقول والله يا أخي هنالك شك أن هذه السيدة لديها سرطان في بطانة الرحم. هذا الأمر لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن التموكسفين هو الذي حرض هذا الفعل. عليك أن تنتبه أن الإندوميتريال سيكنس increases at a rate of 0.75 مليمتر، يعني 3/4
المليمتر كل سنة السيدات اللائي يستخدمن التموكسفين. وعندما يتم إيقاف استخدام التموكسفين فإن هذه الزيادة تقل بنسبة 1.27 أو 1.75 مليمتر بارير. هنا 1.27 مليمتر بارير after discontinuing tamoxifen or after cessation of tamoxifen use. عليك أن تضع هذين العاملين أمامك وتحاول انتبه لسمك البطانة الطبيعي والمتوقع أن يزيد في السنة. يعني إذا قلنا سمك البطانة الطبيعي لدى هؤلاء السيدات على سبيل المثال هو أقل من 5 مليمترات، ما الذي يجب أن نفعله؟ يجب أن نزل هذه السيدة عن الفترة الزمنية التي تستخدم فيها التموكسفين. إذا كان سنة علينا أن نضيف 0.75 و5، إذا كان سنتين علينا أن نضيف 5 plus 0.75 plus addition 0.75، وهكذا وهكذا بطول فترة السنوات التي يتم استخدامها، وهي في الغالب فترة 5 سنوات إلى 3 سنوات. علينا أن ننتبه لسمك البطانة وما الذي يجب أن نقوم بإنقاصه منه عندما تتوقف هذه السيدة عن استخدام هذا الدواء الذي يعرف بالتموكسفين. إذن أقول مرة تانية إنه التموكسفين سيرابي it's a drug used to halve the risk of breast cancer recurrence but unfortunately long term use of tamoxifen increase the risk of endometrial cancer. يعني هو يزيد أيضا فرصة الإصابة بسرطان بطانة الرحم. وهذه الصورة لهذا الدواء، وهذه دراسة، هذه الدراسة تم نشرها في العام 97 عملت في تايوان، وكان الغرض منها الربط بين trend in endometrial cancer and breast cancer in Taiwan during 1997 through 2005. يعني استمرت من العام 97 قامت بدراسة أحوال سرطان بطانة الرحم breast cancer في تايوان الفترة من 97 إلى 2005 in women on tamoxifen. يعني قاموا بدراسة كل السيدات اللائي كنا يتناولن التموكسفين لتخفيض خطر عودة سرطان الثدي إلى النصف الفترة من العام 1997 up to 2005. وربطت هذه العلاقة مع الاندوميتريال كانسر. انظر ما الذي وجد 97، كان عدد حالات البريست كانسر لدى هؤلاء السيدات اللائي يتعالجن بالتموكسفين بين 3000 إلى 4000 حالة. ماذا عن عدد حالات الاندوميتريال كانسر؟ كانت غريبة جدا من ما بين الصفر إلى 1000، لأن الحالات منخفضة. وكل ما يسير المقياس في هذا الاتجاه نعني به زيادة الفترة الزمنية لاستخدام التموكسفين وكيف يتزايد أو كيف تتزايد الإصابة بسرطان بطانة الرحم which is the endometrial cancer. وهذه الدراسة أيضا واحدة من الدراسات المفيدة التي تدور في إطار ربط العلاقة ما بين التموكسفين used to halve the risk of breast cancer recurrence and the side effect of tamoxifen in the increases the risk of EC which is the endometrial cancer وهو سرطان بطانة الرحم. كده نكون ختمنا هذا المحور، وهو المحور رقم 4، وهو يمثل يعني about 75% من هذه المحاضرة، وقد 25%، وهذه 25% سوف نعمل عليها لاحقا. ولكن قبل أن نعمل عليها لاحقا أود أن أتيح الفرصة الآن للطلاب لكي يسألوا عن هذا المحور، وهو المحور رقم 4 الذي كان بعنوان Ultrasound Different Scenarios of Endometrial Abnormalities. الفرصة مفتوحة لكم يا شباب، المايك مفتوح، أتمنى أن أسمع استفساراتكم وأسمع أسئلتكم الكريمة لو سمحتوا. نعم يا عزة، أي سؤال أي استفسار؟ طيب أرجو هكذا أن نكون قد وصلنا ل ختام هذه الجزء أو هذه المحاضرة، ولكن لا بأس من التذكير بأهم العناوين التي تناولناها بشكل مراجعة سريعة قبل أن نقوم بإنهاء هذا التسجيل وأنتقل معكم لموضوع آخر إن شاء الله. طيب دعنا نعود مرة أخرى لبداية هذه المحاضرة ونذكر بأهم التفاصيل التي دارت في هذه المحاضرة. العودة مرة أخرى للبداية بهذه الوحدة التي كانت بعنوان سونوغرافي في تراين اندوميتريا الموجات فوق الصوتية في أحوال بطانة الرحم. هذه الوحدة احتوت على مجموعة من المحاور about endometrial cancer related terminology endometrial transvaginal ultrasound technique ultrasound different scenarios of endometrial abnormalities، وهو ما نجحنا في أن نقوم بالتغطية عليه من خلال هذه المحاضرة. بقت لنا 3 محاور إضافية سوف نحاول نغطي عليها في الأسبوع القادم إن شاء الله، وهي EVS 1D morphological cases of endometrium
HHD, which is sonohistrography and hysteroscopy as advanced diagnostic modalities. In addition, we have a conclusion. I remind you, I give you several facts about endometrial cancer. أو تعرضت لمجموعة من الحقائق. هذه الحقائق عرفنا فيها أين هو موقع الاندوميتريال كانسر من باقي سرطانات السيدات الخبيثة، وما هو موقعه بين الكومون جاينيكولوجيكال مالجنسيز. وانتقلنا بعد ذلك لإضافة صور تثبت المعلومة أكثر، وشاهدنا هذه الصورة التي تتواجد بالأسفل، وهي صورة لرحم تم فحصه بواسطة الترانسفاجينال ألتراساوند، ونلاحظ هذه الكتلة التي تعبر عن اندوميتريال كانسر. ايضا تحدثت عن ريليتد تيرمينولوجي، تحدثتك هنا عن 9 مصطلحات في غايه الاهميه، ولها هي المينوريجيا والميتروريجيا المينوميتروريجيا، وكذلك اضفت لمعلوماتك معلومات عن البوليمينوريا البوليمينوريا ديسفانكشنال يوتراين بليدنج، وكذلك حدثتك عن البوست مينوبوزال بليدنج ابنورمال يوتراين بليدنج، اند وي فاينلايز ذس بارت باي سبيشال توك اباوت امينوريا او حديث خاص عن الامينوريا. وعملنا مع هذه المحاضرة في اتجاهين. الاتجاه الأول كان تعريف الطالب هذه المصطلحات خلال النطق السليم لها وتعويد اللسان على ذلك. أيضا شرحنا هذه المصطلحات بالتفصيل واستقبلنا الأسئلة منكم عنها. وبعد ذلك انتقلت للثالث، وهذا المحور كان مخصص للحديث عن الإندوميتريال ترانسفاجينال ألتراساوند تكنيك، وهو كيف يتم فحص الإندوميتريوم بواسطة الموجات فوق الصوتية المهبلية. وضعنا في اعتبارنا الأسماك المختلفة لبطانة الرحم، وذلك من خلال المينسترال فيز أور البروليفيريتيف فيز والسكريتري فيز. وعرفنا أن الإندوميتريال سيكنس إز كومونلي ميجرد بارامتر الروتين جاينيكولوجيكال ألتراساوند، يعني ما ننتظر نقيس سمك الإندوميتريوم إلا إذا أتت السيدة لديها حالة نزيف أبدا. وعمل روتيني يجب أن نقوم به على أي سيدة خضعت لي فحص موجات فوق صوتية بغرض الجاينيكولوجيكال إزامينيشن. وعرفنا المرحلة المختلفة للدوران الشهري ابتداء من المينسترويشن وفعل هرمون الفوليكولار ستيمولاتينج ثم انخفاض هذا الهرمون على حساب زيادة هرمون آخر هو الأستروجين الفوليكولار فيز، ثم يأتي الأوفيوليشن عبر الـLH هرمون، بعد ذلك ينخفض الـLH هرمون كي يتزايد البروجسترون في مرحلة اليوتيل فيز. وهذه المراحل الأربعة تنتهي في 28 يوم تزيد أو تنقص وزيادتها أو نقصانها بإسراف وتعبير عن أحوال مرضية شرحناها من خلال المصطلحات السابقة. أيضا شرحت لك كيف يتم فحص الإندوميتريوم من خلال ترانسفاجينال ألتراساوند، ولدينا جايد لاينز ننتبه لها such as intrauterine bladder sagittal long axis plane and shape the entire endometrium have to measure the sickest portion ونبتعد عن hypoechoic inner endometrium. إذا كان هنالك فلويد داخل الإندوميتريال كافيتي علينا أن نقسم السمك إلى مرحلتين، قياس سمك هذا المكان وقياس سمك هذا المكان، وبطبيعة الحال الأغلظ على الإندوميتريال ويضافا لبعضهم البعض لكي نخرج بحصيلة رقمية تعبر عن السمك الحقيقي لهذا الإندوميتريال. أيضا تحدثنا عن الألتراساوند in different scenarios of endometrial abnormalities. هذه السيناريوز المختلفة كان السيناريو رقم واحد which is first scenario which is associated with a premenopausal endometrium، سيدة في فترة الخصوبة ما الذي نتوقعه لما نقوم بفحص الإندوميتريوم، ما هو الطبيعي وما هو غير الطبيعي. أيضا تحدثنا عن السيكوند سيناريو which about postmenopausal bleeding of endometrium or PMP endometrium، ما الذي نتوقعه، ما هو الحالة الطبيعي وغير الطبيعي، ما هو المانجمنت الذي نتبعه من خلال إعادة الموجات فوق الصوتية بعد 4 أشهر إلى سنة من الفحص، أو من خلال عمل الإندوميتريال بايوبسي أو من خلال الهيستروسكوبي. أيضا تحدثنا عن السير سيناريو which post menopausal bleeding or PMP on hormone replacement therapy. الهرمون replacement therapy قلنا علينا أولا أن نصنف حالة الهرمون الذي يستخدم هو sequential preparation or it's a continuous combination HRT، وهذا الأمر في غاية الأهمية لأنه يحدد لنا متى نقوم بعمل الفحص، وعلينا أن نجعل 5 mm as a threshold of normal. أيضا حدثنا في السيناريو الرابع الذي بالفقرة رقم 4 في هذه المحاضرة، وهو استخدام التموكسفين. عرفنا أن التموكسفين هو دواء يستخدم لتنصيف خطر عودة البريست كانسر من جديد، لكن لسوء الحظ هو يزيد من مخاطر الإصابة بالإندوميتريال كانسر. وعرضنا كيف يتم الزيادة السنوية على السمك الذي يخص الإندوميتريوم من خلال التموكسفين، وما هو النقص الذي يحدث في السمك عندما
يحدث انقطاع أو توقف عن استخدام التموكسفين. هذا يعني ما تيسر جمعه وإراده في هذه المحاضرة. وفي الختام أصلي وبارك وسلم على سيدنا رسول الله الأمين، وأتمنى لكم أعزائي الطلاب التوفيق والسداد، حتى ألتقيكم من جديد إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله في حديث جديد ومتجدد عن محاضرات فحوصات الموجات الصوتية لأمراض النساء والتوليد واحد. حياتي وتقديري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.